في القريب العاجل إن شاء الله راح يتم تزويد هذين اللي في الحجر المنزلي بأسورة غير قابلة للخلع، مرتبطة بجهاز يعطي إشارة إلى التليفون بحيث أنه هو ما يقدر يبتعد عن التليفون أكثر من 15 متر، فبالتالي بالإمكان ضبط هذه العملية وتعطي اطمئنان كبير جدا للناس أنه فعلا اللي في الحجر المنزلي ملتزم بهذا الحجر. ومثل ما قلنا بعد ذلك قضية يعني المخالطين تكون سهلة، لأن احنا أي واحد تطوعا ركب التطبيق نقدر نقول له إذا هو صار قريب من شخص خالف أو خرج من الحجر المنزلي أو أصيب. ما كنا نعرف أنه هو حين في الحجر، ربما هو حاليا سليم، بعد أسبوعين اتضح أنه هو كان مصاب، نقدر نرجع بالاختلاط معهم خلال أسبوعين اللي فاتوا ونعطي تنبيهات المناسبة لهم. أغلب المواطنين يمكن في الفترة الماضية كانوا يتساءلون عن قضية الالتزام بالحجر المنزلي، عندهم تخوف هل اللي في الحجر المنزلي ملتزم. طبعا احنا نثق دائما بوعي المواطن ومتأكدين ان يعني نسبة الالتزام جدا كبيرة تفوق ربما 90%، وحالات فردية يمكن البعض اللي ما التزم فيها. هذه الحالات يعني تثير بعض القلق عند المواطنين، هل يعني يتم مراقبتها، كيف ممكن مراقبتها. هذا هو السبب احنا حاولنا نطوع التكنولوجيا وبحيث ان احنا نضبط هذه العملية اللي ما يبي يكون في حجر حكومي في مكان يعني يحجز فيه في الحجر المنزلي. في قرار يلزم انه هو ينزل التطبيق، بالنسبه للمواطنين هو اختياري. عندنا نلاحظ في الصفحه شاشه الشخص اللي في الحجر مختلفه، لانه مسجل في وزاره الصحه انه هو في الحجر المنزلي، موجود تاريخ البدايه تاريخ النهايه، يطلع له في التطبيق مثل ما تلاحظون المده اللي باقيت له في الحجر، وايضا يتابع التطبيق اذا هو اقترب من شخص اخر. المفروض أن يكون التطبيق دائما معه، تطلع له مسجات أو بوب أب، يطلع له مسج بشكل مفاجئ تطلب منه أنه يصور نفسه حتى نتأكد أن التليفون دائما معه وهو موجود في المكان. لذلك تم إطلاقه بشكل رسمي، وعندنا ولله الحمد الحقيقة الإحصائيات تبين أكثر من 60 ألف مسجل في التطبيق لحد الآن.